السلام عليكم، ازيكم يا دكاترة؟ النهاردة فيديو جديد وهنتكلم ازاي تجيب الميدل ميزيال كانال. اول حاجة لازم تعرفها مكانها. طب هي مكانها فين؟ بتكون موجودة في الازمس اللي بين التو ميزيال كانال. والمشكلة انك بعد ما بتعمل ديروفينج في معظم الحالات بيكون لسه في دينتين موجود فوق الازمس، وبيحتاج ان انت تشيله الاول عشان تعرف اذا كانت الكانال موجودة ولا لا. طيب بنشيل الدينتين ده ازاي؟ بنشيله بالالتراسونيك. اهم حاجه انك تبقى شايف كويس، تشتغل بالراحه وتبدا تشيل الدينتين زي ما احنا شايفين كده لحد ما هيبدا يظهر معاك لون الازمس اللي بتكون باللون الاسود، وبيبقى خط واصل ما بين التو ميزيال كانال. تبدا تشيل الدينتين ده لحد ما يبدا يظهر معاك لون الازمس اللي موجوده في المكان ده. طبعا في الخطوه دي بنقفل الكولنت عشان نبقى شايفين كويس احنا بنشيل ايه. وطبعا في تبات التراسونيك اسرع واسهل شويه وانا بشتغل بيها بصراحه، بس في الفيديو ده حبيتك تعرف انك ممكن بالحاجات البسيطه خالص تقدر تطلع نفس النتيجه بالظبط. واللي قدامك دي تب سكيلينج عاديه. اهم حاجه ان انت بعد ما بتشيل الدنتين بتبدا تعمل ريفايننج للازمس نفسها عن طريق ان انت بتفتح الكولنت بتاعك وتبدا تنظف الازمس اللي موجوده ما بين التو ميزيال كانال. وبعد كده بنروح للخطوة الأهم، ازاي هنعمل ديتكشن للكنال. بنبدأ بعد كده نتحرك بشرب بروب في الازمس اللي ما بين التو ميزيال كانال زي الدي جي 16 بروب. أول لما البروب بيعمل كاتش زي ما احنا شايفين كده يبقى ده معناه ده اللوكيشن بتاع الميدل ميزيال كانال أو الكسترا كانال اللي موجودة. ولو عجبكم الفيديو عرفوني، وإن شاء الله الفترة الجاية يكون في فيديوهات أكتر في مواضيع مختلفة على أكونت الفيسبوك والإنستجرام. وبشكركم جدا ودعواتكم لأهلنا في غزة، والسلام عليكم ورحمة الله.